السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة أراب سيميلاتور. اليوم سوف نعمل الرفع للمود. قمنا بالتصميم اليوم اللي هو المود فلاب الواقي للشاحنات، وسوف نقوم برفعه في الحلقة، وسوف نوريكم كيفية الرفع على المواقع المودات. المهم الآن، إذا تريد أن تقوم برفع المود خاص بك للموقع المودات، فسوف تحتاج المود اللي قمت بعمله، وسوف تحتاج إلى الصورة خاصة به حتى يعني يظهر في الموقع، حتى تظهر الصورة مثل هكذا في الموقع المضاد. يعني عليك أن تقوم بإظهار الصورة للتعريف عن تصميمك أو مود اللي قمت بتصميمه. فالآن سوف نذهب ونشرح لكم يعني كيفية الرفع والاختيار، ويعني الاسم والكيف إلى آخره. كما ترون، هذا هو الموقع. هنا سوف تقوم باختيار الإيميل، وهنا سوف تكتب المود، يعني العنوان خاص للمود خاص بك كما ترون أمامكم. وهنا في الوصف سوف تكتب يعني أي نسخة يشتغل فيها هذا المود خاص بك، وجميع حقوق المحفوظة لك وهي الأشياء. يعني لا تكتب باللغة العربية، فقط الإنجليزية. يعني إذا ما كتبت يعني باللغة الإنجليزية فقط، كتبت باللغة أخرى العربية وشيء، سوف يعني لن يقبل لك المنشور بتاعك إذا ما كان باللغة الإنجليزية. فإذا تريد أن تعمل اللغة الإنجليزية، فاذهب إلى جوجل ترانزليشن واعمل ذلك. يعني سوف تكتب هنا: أتمنى يعجبكم هذا المود وكذا كذا، وهذه مجموعة حقوق محفوظة لي وكذا كذا. يعني تكتب الاسم الخاص بك، وتكتب يعني الفيرجن التي تشتغل عنها، وهنا الكريديت وهو الاسم الخاص اللي سوف تستعمله في تصميم المودات خاصة بك. وهنا سوف تأخذ اليان اللي قمت على برفعه على موقع أو شيء، وهنا تقوم برفع الصورة خاصة بك، وهنا تقوم إذا تريد أن تعمل استعراض للمود خاص بك على قناتك على اليوتيوب. المهم، عندما تنتهي من هذا كل شيء، سوف تذهب إلى الأسفل وتضغط على الأبلود، يعني الرفع هذا المود لهي الموقع، حتى يرون الناس ويحملونه، وحتى يكتبوا لك يعني الكومنت وهذه الأشياء. وأتمنى يعجبكم هذا الشرح اللي عملناه. فإذا أعجبكم هذا الشرح، فلا تنسوا أن تكتبوا لنا في التعليق الشروحات اللي تريدوا في المستقبل إن شاء الله نعملها. وأيضا أصلا القناة سوف أعمل على كثير من الشروحات، ففقط نريد الدعم للقناة، لأنه الدعم ضعيف. يعني حتى في الشروحات يراهم يعني فقط 4 أشخاص، يعني مستوى المشاهدة دائما يقف في 100 مشاهدة أو أقل. حتى ولو هناك كثرة المشاهدات تصل إلى 200 مشاهدة فقط. لأنه إذا استفدت من هذا الشرح أو من هذه الدورة، فلا تقم بإغلاق الفيديو وتذهب وتعمل التطبيق، ولا تعمل مشاركة الدورة أو الفيديوهات مع أصدقائك حتى يتعلموا هم أيضا. فإحنا ما نريد يعني أن يعني القناة تكون فقط للبعض. إحنا نريد العالم العربي، يعني نتكلم بخصوص العالم العربي، نريد الشباب يتعلمون كيف يصممون المطفلات والشاحنات والحافلات أيضا. وإن شاء الله يعني في اليوم أيام نرى يعني الموقع الأوروتراك سيميلاتور 2.80 موجود عليه المودات العربية. وإحنا الآن يعني بدأنا، يعني أنا بدأت أرى التصاميم الشباب، وأقول لهم يعني بالتوفيق لكم، وبالتوفيق لأي عربي أو أي أجنبي يعني يصمم. وإلى اللقاء، وبدون أن أكثر عليكم كثرة الكلام، عيد مبارك سعيد. وأود أن أشكر الأخ حسن وعلاء النصار عبدو جيمر اللي قاموا بنشر هذه القناة، وقاموا بإرسال للمشتركين حتى وصلنا هذه القناة إلى 1000 مشترك. فأشكركم، وهذه القناة يعني وصلت إلى 1000 مشترك بفضل الله وبفضل حسن وعلا وعبدو وأنتم كذلك. ونتمنى أن نستمر، وإن شاء الله يعني لا تنسوا الاشتراك في القناة. وإلى اللقاء، وعيد مبارك سعيد إخواني أخواتي. إلى اللقاء.